الرحمن الكريم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. افضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الخلق اجمعين، ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وال محمد وعجل واله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية الكريمة توصينا وتأمرنا باتباع الحق وأهل الحق، وبالتالي فلا بد أن يكون الحق بين كما أن الباطل بين، وإلا فمن غير الصحيح أنه الإنسان يحاسب على اتباع أهل الباطل، اللي راح يقول أنا ما أدري أيهم كان الحق وأيهم كان الباطل، وهذا سوف يدخل من باب الظلم للعباد، وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يظلم العباد. فالله سبحانه وتعالى قد ميز بين الخبيث وبين الطيب، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. والحق هو غاية شريفة عظيمة ناضل من أجلها ومنذ خلق البشرية وإلى حتى قيام قائم آل محمد عجل الله فرجه الشريف، جاهد في سبيلها الأنبياء والأولياء والمعصومين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولأجل هذه الغاية العظيمة الشريفة فمن المحال أن نسلك إلا وسيلة شريفة وعظيمة. ليس عندنا أنه الغاية تبرر الوسيلة، وإلا لكان الأنبياء لم يمروا بالتضحيات والصعاب وما مروا به من جور وظلم على طول الزمان في سبيل أن يسلكوا الطرق والوسائل الصعبة والشريفة، لأن الوسائل الشريفة عادة بل وغالبا تكون هي صعبة ولا تستوحش طريق الحق لقلة سالكيه، وإنما كانت الوسائل دائما هي وسائل شريفة. فالآن نريد أن نعلم من الذي ظل على هذا النهج، نهج محمد وآل محمد، من الذي بقي على نهج الإمام علي عليه السلام. الإمام علي عليه السلام عندما كانت أو عندما جاءته الخلافة، لأنه لم يذهب إلى الخلافة وإنما جاءته الخلافة واختاره الناس للخلافة لأنه حق ولأن وسائله كلها حق وعدل، طلبوا منه في البداية قالوا له يعني مولانا لما معناه انه شوي خلي نداهم شوي خلي نساوم الى ان تثبت ان الامور. فقال لهم: ويحكم اتأمرونني ان اطلب النصر بالجور؟ ولم يطلب الامام علي عليه السلام النصر بالجور، بل كان عدل وحق. وكذلك نريد ان نعلم من سار على ذهب الامام الحسين عليه السلام الذي قال: لم اخذ اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن طلبت